الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، وقع زلزال في المغرب، نسأل الله أن يرحم المسلمين الأموات منهم والأحياء. مات فيه أكثر من 750، المصابون أكثر ربما من 150، ربما يتوقعون إلى 1200. نسأل الله أن يطب المسلمين، والله المستعان. نسأل الله أن يرحم المسلمين أين كانوا، أن يجنب بلدان المسلمين الزلازل وغير ذلك من البلايا والرزايا. نسأل الله أن يعين المسلمين على التوبة والعودة إليه، فإن أعظم ما تدفع به النكبات التوبة والاستغفار والدعاء، وأكثر ما تحصل به النكبات المعاصي والسيئات، قبل ذلك الشركيات. والله عز وجل يمري ثم يأخذ، فلذلك يتعين على المسلمين إحداث توبة، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا دليل على أن التوبة تتعين في كل يوم، في كل وقت، في كل حين، من كل ذنب. الصلاة لها أوقات، الحج له أوقات، الزكاة لها أوقات، الصيام له وقت معلوم، وكل عبادة والتوبة وقتها في كل حين، بعد كل ذنب، وفي كل لحظة، وفي كل سكنة. توبة من فعل المحظور، وتوبة من ترك المأمور، وتوبة من عدم الصبر على المقدور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد ربي اغفر لي وتب علي أكثر من 100 مرة، ويستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي أكثر من 100 مرة، ودبر كل صلاة وهو يستغفر الله سبحانه وتعالى. وبالليل مدح الله المؤمنين المستغفرين بالأسحار، وبعد كل مجلس سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي، وفي ركوعي سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، وبين السيدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وهكذا لعظيم شأن التوبة الرجوع والإنابة إلى الله عز وجل. وعلى بقية الشعوب أن يتوبوا إلى الله، لا يظن أحدهم أنه في مأمن وفي سلام. دعوكم من النظريات التكتونية التي تقول هذه المنطقة ليست منطقة زلزالية وهذه منطقة زلزالية. الله عز وجل إذا أراد أن يدمر دمر، وإذا أراد أن يصيب أصاب. ليس الشأن إلى الصفائح الأرضية ولا التقاء القارات مع بعضها البعض، الشأن كما قال الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لأن الطبائعيين وأصحاب الهيئة الجديدة ومن إليهم دائما يربطون الزلازل والفيضانات والحرائق بتغيرات فلكية أو بتغيرات أرضية أو بنحو ذلك من الأشياء الطبيعية. نعم، قد يجعل الله عز وجل أسبابا قدرية، لكن هناك أيضا أسباب شرعية بسببها يقع هذا التغير. الشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وفي آخر المطاف يجعلها الله عز وجل تشرق من غرب، وإذا قامت القيامة كورت النجوم، كورت الشمس والقمر، وألقيت في النار. في العام الماضي الزلازل في تركيا وسوريا وفي غيرها من البلدان، وهذه المرة في المغرب. والله أعلم ما ينتظر الناس من البلاء. الحرائق مرت على الجزائر وتونس واليونان وإيطاليا وفرنسا وكندا وأمريكا وغير ذلك من البلدان، والحروب في كثير من البلدان، وكل هذا بسبب معاصي وإجرام الإنسان. التوبة التوبة، والإنابة الإنابة، والرجوع الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والله المستعان.